توفيق الخليفة، آخر كلمة قالها رونالدو أنا عالمي، كيف ترى كل ما جرى؟ أنا أراها هو العنوان الرئيسي لما حدث هو 2030، هي رؤية المملكة العربية السعودية بشكل عام وخصوصا في المجال الرياضي. هذه الرؤية التي مهدت لتكوين رياضة، يعني بيئة صحية للرياضة، سواء من ناحية الدعم المادي أو من ناحية إعادة الأنظمة والقوانين بمشاركة 8 لاعبين أجانب، دعم هذا رابط الدوري المحترفين، دعم الأندية، فتحت لهم المجال، أعطت الأرضية المناسبة لكبرى الشركات الاستثمار، وهذه نتيجة لاستثمار الشركات والثقة بالاستثمار الرياضي السعودي بالتعاقد مع رونالدو. في رأيي أنه اليوم اللي شفناه يختلف عن الذي شافه الغرب في من خلال 52 قناة العالمية التي نقلت هذا الخبر. هم شاهدوا أشياء خارج هذا الإطار، شاهدوا المكانة السعودية، التطور السعودي الهائل، شاهدوا المرأة السعودية الذين طالما كانوا يدندنون على حقوق المرأة، شاهدوا كيف المرأة السعودية الآن أصبحت في عهد الملك سلمان وسمو سيدي الأمير محمد بن سلمان كيف تم تمكين المرأة للعمل يدا بيد مع الرجل لنهضة هذه البلاد، شاهدوا المرأة في المدرجات، شاهدوها مقدمة، شاهدوها محاورة جيدة، شاهدوها جزء من هذا المشهد الكبير. أعتقد أن هناك مكاسب كبيرة خارج المستطيل الأخضر، يعني ليس رونالدو، نعم هو نجم داخل الملعب، نعم يستطيع أن يصنع الفارق لأي فريق، بس أنا أعتقد أنه يعني نحن كسعوديين محتاجين نجاحات أكبر وصورة أكبر لتوصيل الصوت العالمي للمملكة العربية السعودية. برأيك ما هي المكاسب من وجود رونالدو وأمثال رونالدو لاحقا؟ مكاسب كثيرة يا أبو كرم، يعني اليوم شاهدنا كيف العالم شاهد المرأة السعودية، شاهد كيف حضور المرأة السعودية، كيف أن المرأة السعودية تقف كتفا لكتف، شولدر تو شولدر، إلى جانب الرجل السعودي لصناعة نهضة هذه البلاد، شاهد الدعم الحكومي الكبير لشباب هذا الوطن والاستثمار فيه. أيضا يعني تخيل رونالدو غدا مثلا بثوب وبغترة وبشماغ يذهب إلى العلا، يذهب إلى نيوم، يذهب إلى ذا لاين، كثير من المشاريع الدولة والاستثمارات اللي الدولة قاعدة تراهن عليها لعشرين ثلاثين، السياحة السعودية سواء في سودة عسير، في شمال المملكة العربية السعودية، في تبوك، أماكن كثيرة حقيقة. يعني حتى يعني ليعذرني يعني المشاهد ومحبي الام بي سي، حتى بعض المقيمين في المملكة وبعض المواطنين لا يعلمون عنها شيئا. انا اعتقد انه وجود هذه الشخصيات والتغطيات العالمية والتغطيات العالمية والإعلامية السعودية الداخل والخارج قادرة على إيصال الصورة الحقيقية للمملكة العربية السعودية، قادرة على تحقيق الجزء المهم في رؤية 2030 وهي رفاهية المواطن السعودي، إيجاد فرص العمل للمواطن السعودي سواء في المجال الرياضي أو المجال السياحي أو كثير من المجالات اللي نطمح فيها نحن كشعب سعودي. حقيقة الرؤية دعمت الشباب السعودي بشكل كبير، دعمت الشركات، أعطت الأمان للشركات. يعني من كان يتخيل أنه ممكن شركة تدفع مثلا 100 مليون أو 150 مليون باوند يعني في استثمار في لاعب قبل ذلك؟ بعد ما تم إعطاء الأرضية الجيدة لهذه الشركات، تم دعم الرياضة، تم أيضا تمكين القوانين من حفظ الحقوق للقمصان، حفظ الحقوق لشعارات الأندية، أصبح الآن من الطبيعي ومن السهل تشجيع هذه الشركات للاستثمار في هذا المجال.